اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الكشاف. حلقتنا النهارده من التن تاور. احنا في منطقه اسمها ستافلز شير، اخذتنا 4 ساعات نوصل لهون في شويه هواء، سامعين الصراخ من كل الرايز والرولر كوسترز وما بعرف ايش، وهلا بدنا نطلع فوق ناخذ القطار الصغير للمنطقه. خلاص كفايه كلام، خليكم معانا نطلع ناخذ القطر يلا وتشوفوا بقى الرحله معانا ازاي. خلينا نحكي لكم شوي عن المواهب اللي معنا اليوم. في عنا احمد ورابر من فلسطين، ونادين حاتم من الاردن، ومعنا كمان ساره بتكتب شعر من مصر، ومعنا محمد بيلعب باركور من غزه. بالظبط. احنا هندخل وانتوا تتفرجوا على احمد الرابر من فلسطين. هيعجبكم الفيديو قوي بتاع احمد. كانت بعد هد الدار فجأة صار داخل دائرة الاكتئاب النفسي، بعد ما شاف أبوه وأمه بلحظة احتضار، كانت آخر لحظة إلهم بعد القصف الجوي. خضوعه للقدر أمر صار وانفرض بدون غرض، ناسي اسمه اللي بالحارة انكتب. حرية للطفولة بخط عرق كانت مكتوبة على الحيط اللي ظهره عليها اتسند. سارح ماشي احمد صلهب، عمري 22 سنة، انا بعمل راب صلي تقريبا 10 سنين. متشرد بالوطن اللي حلم لاجله كل مقاوم، بس الوضع اختلف ما بده ملجأ، بده يلجأ للحياة لسك جوعه اللي وجعه كاتم. كنت اسمع راب وانا صغير، كنت يعني اتعمق فيه بزيادة لحد ما لقيت اللي هو صديقي واخوي ابن عمي حمزة صلهب، قابلنا بيوم من الايام عنده انه قال لي على فكرة الراب، كان هو يغني قبلي راب وهيك، حاولنا انه نعمل اشي مع بعض، اتعمقنا كتبنا كلمات ونزلنا اول اغنية اللي هي باسم اسف انا. خلص عرف حياتي باللي فيها، حاولت اعدل ذكرياتي هوان فيها، هيك يعني بلشت الامور وتطورنا مع بعض وبلشنا مع بعض بفرقة ابناء الوطن. ليش؟ لانه كان الوضع يعني حسيت انه لازم انه نعطي احنا اكتر من هيك. طورت فيها بكلمات عشان توصل بمعاني اقوى، باهداف اقوى، توصل للجميع كبير صغير. الاغاني كلها اللي انا بغنيها كلها كلماتي، اما اللي بيكون معي حمزه كل واحد بيكون يحكي كلماته. خيمه سودا عتمت عيونه صارت بغيبوبه، خايف تايه بالمنام بمنطقه معزوله، فش حنان ليدفي برد الجوع قارص، فش حد بدفع للامان كله بدفع للمراقص. فجاه صحي من منامه بس للاسف كان الواقع ذاته، فردت فعله كانت دمعته. من سجل بالدور طبعا انا كان لي خبره بالهندسه الصوت كمونتاج يعني على اليوتيوب، كنت ادخل اشوف كيف بيصووا كيف بيعملوا. فجبنا اشترينا عده من كنا من زمان، اول شيء بلشنا على مايك صغير 15 شيكل حقه، فتطورت الامور وجبنا مايك استوديو انا وابن عمي حمزه، فبلشنا نتعلم اكثر على هندسه صوته لحتى يطلع كل شيء الوضع تمام. في البدايه قلت فيي بيعطي تحيه ركبته فيي، مش قناع لمسكه بيي، لانه الوضع كله بخسي، بطل نفسي البس لبسي قبل ما تحكي، زي ما في بعرف انه الحاني كلها مسروقه، نسيوا ناس هذا صارت تدعم بس اشكالك المحكوره، بدك مصاري وطي راسك أكتر أغنية إلي يعني بحبها اللي هي اسمها الضغط. كانت هي عبارة عن يعني أنا حكيت فيها كل شيء عن الأمور اللي أنا بمر فيها بحياتي واللي مريت فيها عن حياتي، بالنسبة إنه الحقد اللي زاد حوالي، الكره اللي زاد حوالي، الغيرة اللي صارت صابني، الضغط نفسه من العالم كله اللي حوالي بالنسبة لأصحابي،
لحبيبتي الأولينية، لأصدقائي كلهم يعني اللي قابلتهم في حياتي. حياتي وسخة، شو بتعرف أنت عن حياتي؟ حروف قبل حروف تتجمع على كلماتي، بكتبها بألمي، ألمي صبر على حبري، حبري صار على ورقي، ورقي صار مش مخفي. كل واحد فيكم سمعني، الضرب بعد الضرب ينقسم على حكمتين، أرضي ربي وارضي حالي بعد أهلي بكلمتين. حب الناس للشر قتل أبو الكوفية من جواتي، فادعائي بحبهم خلى أحمد هقوى من جواتي. قبل سنة تقريبا كتبت أغنية اسمها أحرف مقاومة، لأنه كان الوضع تقريباً أنت تحكي من ناحية السلطة ومن ناحية الشعب نفسه، الشعب كيف بيقتل بعضه. فكانت الأغنية تحكي أنه الدنيا بدون دين والسكين صارت على الرقبة، السلاح مرخص، روسنا للموت صارت منحنية، قلوبنا ماتت من بركان القهر فاضت، عقولنا تخرجت بشهادة الجهل ففاتت. الانتقام حاد غيروا نوع المقاومة، بطل ينضرب عنا عالزناد، عقول مبنية على الثبات، كيف تشوف مش تفهم كل الرسومات، ارسم اصفر اخضر الناتج هو الاحمر اللي عطى كل الارض بدم الشهداء، بكفي عاد الاقصى مش مزاد، عارف اني متاخر على الميعاد. اللعبه مكتكه مش مخربطه، من كنت مكتكه رصاص الكبار الفبر. كان حلمي اني اكون ممثل، طبعا كنت اشوف اطلع على التلفزيون، كان مناي اني اكون ممثل بس لما تعمقت في الراب اكثر يعني ما اخذتش اتجاه التمثيل، اخذت اتجاه الراب نفسه. يعني حلم أنا لقدام مش لأوصل يعني أكون إشي كتير كتير كتير، لا مش بحاجة، المهم الكل العالم تعرفني، تسمع أنا إيش بدي أوصل لهم، يتعلموا أنا إيش بحكي، أنا إيش بدي أوصل رسالة، يفهموا مني، يصير في عندهم وعي أكتر. من المبكر فكر بالصدى قبل ما تفكر، كيف بدك تصير مسيطر على مدى، لأنه بالمصار العالم على بعض عدد تتكبر، فش كلام خلص عليك، الله أكبر. أظن ولا هون؟ ما الفيديو خلص. سوري. أحمد. راب. كل اللي بيعمل راب. تعرف على فكرة أنا كتير بحب الراب. الراب الهيب هوب، عالم الراب والهيب هوب، أنا يعني نمبر ون فان. والحكي. فأحمد يعني لما كان عم بيفسر، سوري، لما كان عم بيفسر إنه اللي بيكتبه من جواه، يعني كل اللي بيحس والمنطقة اللي هو عايش فيها بيحطها على ورق وبيعمل الراب. ما هو يعني الراب عموماً تحس معاه، يعني الراب عموماً بيكون كله مبني عن تجارب شخصية. يعني أقول لك الكلمات اللي بكتبها هي تجربة شخصية لي، عن حاجات اللي بيمر بيها في حياته، سواء مشاكل المجتمع اللي عايش فيه، البيئة اللي هو عايش فيها، فبيحاول إنه ينقلها للناس. لأن الفكرة كلها كانت في الراب، اللي هو بيستخدمه أغاني بس بطريقة مبسطة، اللي هو أنا وأنت كلمات ما ينفعش حطت أغاني بالظبط، ان هي تتحط في سياق اغنيه، وانت ممكن بدل ما حد يحكي لك قصه مثلا عارفه المشاكل النهارده كانت واحد اثنين، لا بيحطها لك في طريقه اغنيه، فانت الموضوع بالنسبه لك بيبقى شيق اكتر انت تسمعيه. بس في مشكله واحده انا لاحظتها، ان في ناس كتير بيجي يغنوا راب مش احمد. احمد بجد كان ممتاز، انا عجبني الفيديو بتاع احمد قوي، وحتى الطريقه اللي بيغني بيها، طريقه اللبس اللي كان لابسها كان عادي، هو بيعبر عن نفسه وثقافته. تفهم عليه بالظبط يعني 100%. مش لازم اللي هو لابس الهاء ولابس الدا والسلسله نازله والبنطلون مش عارف ايه. بس هاي الكالتشر تبع امريكا، هلا الهيب هوب والراب اجت من امريكا بالظبط، من الفن نفسه من هناك. بس انا مش محتاج ان انا اخد مثلا، مش لازم اكون يعني مثلا مش عشان لازم اغني راب، وفي ناس فاهمه كده انه عشان يغني راب لازم يكون هو شكله كده. يعني احمد كان بيغني راب، وانا من اكتر الناس اللي عاجبوني بيغني راب، لابس عادي، لابس تي شيرت عليه اسم الباند اللي بيغني فيه، ولابس عادي، لبس عادي خالص، والرساله بتاعته توصل. اي بس هي اظن كل العالم فيه هيك وفيه هيك، واحنا بنحب اللي زي احمد. طيب.